مازالين في فقره شيوات مختاره رفقه كل الحدقات والحدقين اللي كيسمعوا لينا. ومازال معنا مدام غزلان من اسفي. السلام عليكم. وعليكم السلام للا. مرحبا للا. اذا الحوته ديالنا فين وصلت؟ طويجين طويجين. دونك باللفت المحفور والبسباس. اي اللفت والبسباس البلدي ماشي البسباس العادي باش نكونوا متفاهمين. واخا البسباس العادي اللي كيتباع اللي كتكون في ديك الكوره راه معروف، ولكن هذا البسباس البلدي كيكون كيوجد في وقت الربيع. فوالا كيكون كيكون عند الفلاحات، كيكون وسط الزراع وسط هذا هو البسباس البلدي. راه هو تيكون غير عريشات ولكن ريحته راه رائعه بزاف. واخا تفضلي. دونك بسم الله غناخذوا الحوت، يكون الحوت الابيض. الحوت الابيض بعد ما غسلناه وخلينا كيتقطر غناخذوا واحد زلافه غنديروا فيها شي شويه الملح وغادي نزيدوا الكمون. اييه وغادي نديروا شي شويه حميره وغنديروا الثومه تكون مشكوكه واحد المعلقه ديال مطيشات الحك. فوالا واحد ثلاثه مطيشات غادي يكونوا مغسولين نخليهم بالقشره بالدرعه ديالهم كلشي ليهم، وغادي نقطعهم مكعبات صغيورين. واخا غادي نخلطهم مع هاد الشرموله وغادي يكون عندنا المعدنوس مقطع والحامض مصير حتى هو نقطعو مكعبات صغيوره وغادي يكون عندنا واحد العصير ديال الحامضه. اييه اولا الحامضه على حساب داكشي اللي عندي. غنخلط هاد الشرموله مزيان، نضيف لها شي شويه الماء ونخلطها حتى كتجمع، ومن بعد غادي نشد الحوت وغادي ندخل ديك الشرموله كامله. الا كان عندي مقطع تبارك الله راه غير كنخلط. أيه؟ عندي بغيت مثلا حوته ولا جوج هكاك طوال راه كنحاول ندخل دوك الجنيبات وهذا. فوالا كنجي لذاك الحوته الا كانوا غلاظ كنحاول نفلحها من الفوق وكنحاول هذيك الشرموله بحال كندخلها في هذوك الفليحات. اييه باش كتجي لي ديك الحيمه ديال الحوته كلها في هذيك النسمه ديال ديك الشرموله. من بعد كنجيب اما الطاجين ديالي ولا الطنجره كيكون عندي اللفت المحفور. بالنسبه للفت المحفور داك الصغيور كناكد على الصغيور اللي كتكون فيه ريحات ديال اللفت المحفور، هذا كيكون عندي ديجا راني منقياه ومقطعه دوائر وكنسلقو واحد شويه غسلو مزيان وكنحاول نسلقو لان كنعرفو اللفت المحفور تيشد الطياب. فوالا دغيا غيطيب غادي يشد لينا الطياب كنسلقو ولكن كنحتفظ بهذاك الماء ديالو ما نرميش لانه هو ديجا مغسول. كنكون مني هو تسلق لينا هذاك اللفت المحفور كنفرشو في التحت ديال الطاجين قبل كيكون عنده واحد القصيبات هما اللي كنفرشو الطاجين، ولا ما عنديش كندير غير الورق ديال المعدنوس فوالا اولا الورق ديال البسباس هادو اللي غادي نستعمل. اييه كنفرشهم وكنزيد اللفت المحفور وكنزيد هذوك الورق هذوك العريشات ديال البسباس عاوتاني. كيكون البسباس مقطعه ماشي مقطع غير كنخليه طويل بدوك الشعيرات ديالو بكل شيء. كنفرش واحد الكميه عاوتاني فوق هذاك اللفت المحفور وكنستف الحوت ديالي ياك، وكناخذ الزيب الكحل البلدي ماشي الحمر ماشي المهم الكحل اللي كيكون عندنا البلدي اللي كتكون فيه العلفه ولا بدون علفه، تنحيد لها ديك العليفه ودوك الشيء تنقي مزيان وتنديرو فوق الحوت كنشتو هكا فوق الحوت، والمتبقي من هذيك الشرموله كنخويها من الفوق وكندير الزيت البلديه والزيت الروميه وبصحتكم وراحتكم، وكنخلي الطاجين يطيب حتى كيوقف تبقى غير ديك المريقه واقفه زويته. الله يعطيك الصحه صراحه. يعني ان اللفت المحفور وقيته هادي يعني كيكون في هذه الوقيته فوالا يعني الناس انها تستفد منه. والله ملي تتكوني ناصبه داك الطوجين وتتعطي ديك النسمه ديال ما بين اللفت المحفور والبسباس ما شهيتك فيها لالا جميله. ربي يحفظك. لا دي الكلمه ديال جمال. جمال جمال تيقول لك شهيتي نانيت. الله يعطيك الصحه الله يعطيك الصحه صراحه وتبارك الله عليك.